تجرب الشحطات مجاني خيارك تجرب الشحطات مجاني خيارك تجرب الشحطات مجاني خياطة الجنط والشحاطات مجانا 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 السلام عليكم باشرنا بهذا الموقف محافظة البصرة في البداية 5-1-0 باشرنا في البصرة في تشبايش هدف تشبايش باشرنا لحد 10-0 النوبة التحقنا من 10 الكربلاء المقدسة وهاي الخدمة باشرنا بها أول ما بدأنا بها احنا مثل ما تقول مكينة واحدة خدمتنا كثر الكادر اللهم صل على محمد كثر الكادر هسه تحول 14 نفر للكادر كامل انا استغفر الله يعني من كلمه انا جراحتي احنا اسكافيه بنيت هذا الموكب موكب ام البنين خدمه الزوار الحسين بنيت هذا الموكب بديت بالمكاين الاسكافيه فقمت اشتغل كثره الموكب وربعنا كثرتهم وكادر كثر حولت شغلة ثانية أو هي تصليح العرباين العرباين تصليحها أنا بالنسبة لي أنا كنت ما أعرف أنا شو إسكافي ترى يعني شو أنا إسكافي حولت كادر كثر يعني 14 مكاين 3 مكاين 6 مكاين أنا عرباين صوت عرباين سويت كادر إسكافي تصليح العرباين إن شاء الله نتوفق كل سنة كل عام إحنا ما تقول احنا نتوقف بغاية لخدمة الحسين وقدام زوار الحسين هذا الحسين حبط خياطة الجنط والشحاطات مجانا خياطة الجنط والشحاطات مجانا أول بداية عظم الله أجورنا وأجور الأمة الإسلامية كافة لهذا المصاب العظيم مصاب أبو عبد الله الحسين عليه السلام هؤلاء الناس الزوار اللي يشوفون في الشارع الهجوم محشد من جميع انحاء العالم جاي عزيه للسيده زينب عليه السلام انها ثوره الحسين وهي ثوره خالده يبقى الحسين مخلدا كلما مر زمانا يتجدد اجيال يوم على يوم تكثر وتكثر الاجيال تقريبا الاعداد توصل فوق من ملايين اكثر من ملايين اكثر من ملايين شوف احنا اجينا لخدمه زوار ابو عبد الله احنا جايين من البصره لخدمه زوار ابو عبد الله قسم الخير قسم نخدم في العتبه الحسينيه وقسم يخدم في مدينه الزائرين الى جده الحسين خدمة الزوار لازم واحد يخدمه اكثر الناس او العالم باجمعه متعجب على خدمة زوار ابو عبد الله على أرمينية الحسين هذه خدمة ما تتحصل زيارة الحسين لذلك الناس المليونية جاية لخدمة ابو عبد الله وتحصل الاجر والثواب بالنسبة لنا خياطة نخيط اي ملابس سواء كان نساء ام جنب قصر نجي كل سنه هنا نخيط هاي خياطه شائع حتى مثل التمشيط عنده مثل دشداشته منطرونه قميصه تغريب كل سنه احنا نقوم بخدمه خياطه نقدمها خدمه للزائر الحسين هاي حالي وكذلك جماعتنا هناك الشافيه تكون ترمون الاحذيه من الاحذيه وعندنا قسم اخر هنا جنب ما جنب هذه حاله وعندنا ايضا داخل المدينه الزائرين قسم من عندنا بمضيف العتبه بمضيف مدينه الزائرين نقدم قسم من عندهم في المطبخ يجهزون الاكل والاكل لخدمه الزوار قسم من عندهم على شنو يجهزون الاكواب كامله كباب جاهزه من سفر الاعتبار للزائرين
أنا أستاذ ماجد مولى علي من البصرة خادم في مدينة